ده خسة. فهنقول اللي زي دول في رمضان بيعملوا ايه؟ يعني صيامهم يبقى ازاي؟ ما هو لما قلنا كفى بالمرء كذبا، سيدنا بيقول ايه فيما اخرجه مالك في الموطأ؟ بيقول لما سأله ابو ذر ايزني المؤمن؟ قال نعم، يعني شهوة دفعته وارتكب الخطيئة. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا. وكل واحد بقى يحسس على البطحة اللي على دماغه. نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا. إيه الدافع؟ لا في شهوة بتحركك. طب هنعذره ده لأنه بيقول كده، وهنا مع قبح الفعل وكذا إلى آخره. نعم. والسارق ده مع قبح الفعل وكذا إلى آخره، هنقول محتاج، هنقول ما كذا. طب والكذب ده جايبه ليه؟ جايبه من الخسة. أيكذب المؤمن؟ قال لا. إلا دي فضلتك تتذكر 5/8/2016 يوم الجمعة، تتذكر ده أصعب يوم مر على حياتك في حياتك؟ لا 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 لا. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل البلاء ينزل معه شيء من السكينة، واخد بال سيادتك إزاي؟ وقد أنزل علي شيئا من السكينة، وأنا هؤلاء الأولاد اللي حاولوا اغتيالي يعني كانوا على بعد 4 متر، وحدثني بعض من حقق معهم والقضية خلاص خلصت وانتهت وكذا إلى آخره. نعم. فيقول لي أثناء التحقيق، أقول للولد ده على 4 متر وانت متدرب ومعك سلاح وسلاح آلي، ما عرفتش تقدر؟ قال اختفى. اختفى اختفى 4 متر. فأربعة متر هو اختفى، كان قدامي واختفى، وبعدين ابتدى اختفى. شيخ علي جمعة مش موجود، مش اختفى موجود، من قدامنا، اختفى من قدامنا. فقال له الله، طب اختفى دي على ده ما يمكن بقى والي زي ما قال بيقولوا كده، بس الجماعة قالت لنا اقتلوه، قالت لنا اقتلوه، ما لناش دعوة بقى اختفى ولا ما اختفاش. نعم. احنا جايين له، احنا مع الجماعة، مع الجماعة. انا اللي انا لما لقيت اطلاق النار تفاديته وزحفت على الارض. زحفت حتى وصلت الى سور المسجد ودخلت. زحفت قد ايه؟ مترين. ودخلت مترين. المسجد ودخلت المسجد. لما الناس خرجت بقى على الصوت، صوت النار؟ لا، هو حصل هرج. لكن طبعا كان الناس اولا كانوا قليل، لانه لسه كان قبيل الجمعه. نعم. ما جوش قوي. دخلت المسجد، وكان ساعتها الخطبه على الدكتور مجدي عاشور، فمنعته من الصعود وانا صعدت وخطبت. فيقولوا ايه الجماعه الارهابيه؟ يقولوا هو في حد كده؟ ده تلقاه متفق مع الحكومه. قال طب بالله يعني الحمد لله عشان حد لا يعني خلي بالك انه اذا وصل الامر بهذا العقليه للتفكير فالحمد لله انهم غاروا، لان ده مش تفكير رجال دوله، دول مش تفكير اناس يستطيعون ان هم يمسكوا دوله. انه انا متفق علشان خطبت وقلت على الخوارج وقلت على كذا إلى آخره. أنا كنت بخطب في بورسعيد في سنة 12 أو شيء أو كذا، وقام ولد يشتمني وأنا على المنبر، فروحت محول الخطبة وهي بتذاع على التلفزيون، حولت الخطبة على الكلام على الخوارج وأنه كذا إلى آخره. أنا طبيعتي كده، نفسيتي كده، فهم لا عندهم دراسة ولا عندهم تحليل ولا عندهم فهم، وقوة ربط المعلومات ضعيفة قوي. فده نتيجته في النهاية انه الحمد لله ان هم كده، الحمد لله انهم زي ما حضرتك بتقول كده. يعني هم كده، وهم لا يصلح لا اخذ حكم ولا خلافه،
هم يصلحوا يعني للي هم فيه ده، ان هم يقعدوا يعذبوا مشردين وبره ويقعدوا يعذبوا في نفسهم. دلوقتي بيعذبوا في نفسهم. طبعا هم دلوقتي بيعذبوا في نفسهم لانهم اكتشفوا انهم لا شيء، وان كل ما قدموه ما يسويش، وكل ما سعوا اليه فسد، فخلاص لا هم في عذاب أليم. هل دي كانت أول محاولة اغتيال ولا كان في محاولات غيرها؟ كان في محاولة، أنا كان ليا يعني بيت صغير كده في الفيوم ففجروه. في الفيوم؟ في الفيوم. و امتى؟ قبلها بسنة. قبل 2015. 2015 فجروا البيت. فجروا البيت. ما كنتش هناك، كنت بره ولا كان؟ لا ما كنتش هناك. نعم. وبعدين كانت في عصاية.